السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه أبكيب، الموقع ده مهمته ايه؟ الموقع دوت مهمته ان هو بيتابع كل حاجة بتحصل في المبنى، بحيث ان انت يبقى عندك كل تواريخ الصيانة، ولو في اي حاجة محتاجة صيانة وقائية بينبهك ان في مثلا حاجة المفروض تعملها صيانة النهاردة وهكذا. الموقع بيبقى فيه كل المعلومات الخاصة بالداتا الخاصة بالميكانيكال والالكتريكال اكيومنت اللي موجودة في المشروع. فبتدخل هنا في الاسيتس وتبدأ تضيف، ان عندك مثلا مكنة في المكان الفلاني كل حاجة موجودة بتبدأ تضيفها، مثلا في فان هنا تقدر تقول له كرييت اسيت وتبدأ تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها. مثلا الديسكريبشن بتاعها، الموديل بتاعها، الكاتيجوري، الاريا، الباركود، الايمج، وسعر الشراء، ومين اللي المفروض ان هو يعمل الحاجة ديت لو في اكتر من عامل، الطريقة ال more information بارتس لو في اي بارت محتاجها، وتقول له create assets. طبعا اهم حاجه ان انت تحدد اللوكيشن اللي موجود فيه الجزء دوت، موجود في انهي غرفه وموجود في انهي مكان. طيب في حاجه عايزه تصلح، فبتقول له work order وبتبدا تصلح work order الحاجه اللي هتصلح دي. work order قبل كده بتقول مثلا دي هتعمل حاجه مثلا معينه، الديسكريبشن بتاعها لو في اي صور، التاريخ بتاعها، ولو هتتكرر كل يوم او كل اسبوع او كل اسبوعين تبدأ تحدد البريوريتي بتاعتها. الكاتيجوري موجودة في مثلا شباك ولا موجودة فين، والميكانيكال اكيوبمنت وهكذا، الوركر، اديشنال وركر، التيم لو في تيم، اللوكيشن بتاعها موجودة فين، الاسيتس، لو في اوامر للشراء حاجة، التاسكات، الفايلز تقدر تضيف اي تاسك، وفي سب تاسك ستيتس. كده انا بعت لهم اوردر ان هم عندهم في حاجه المفروض انها تتعمل لها صيانه. طيب في حاجه اسمها الصيانه الوقائيه. يعني صيانه وقائيه يعني قبل ما المشكله تحصل بنبدا ان احنا نروح نصلح الحاجه ديت، ممكن تكون حاجه دوريه او هكذا، فدي صيانه وقائيه. فبقول له احنا عندنا حاجه المفروض ان احنا مثلا كل فتره لايتنج، مثلا مش لازم نستنى المشكله لما تحصل عشان نروح ان احنا نصلحها. الديسكريبشن بتاعتها، البيجوريتي بتاعتها، طبعا الكاتيجوري، الانسبكشن، الاورجانيزيشن بتاعتها، الساين لوكيشن موجودة فين، لو في اي صورة عايز ترفعها، التاريخ اللي المفروض تعمل فيها الحاجة ديت، هتتكرر كل قد ايه، لما تخلص تكرر كل مثلا شهر، وتنتهي فين خليها مكملة. وبعد كده بيجيب لك الاناليتيك بتاع الشغل، تحليل للأداء بتاعك. بتقدر تعمل داشبورد خاصة بيك، في كم ورك اوردر اتعمل، في كم حاجه اتعمل في الصيانه، في كم حاجه اتغيرت، في كم حاجه باظت وهكذا. وده مهم جدا يعني، بحيث ان لو الناس اللي شغالين مشيوا ساب الشغل، الناس الجداد دي وعارفين متابعين الحاجه ديت، وعارفين ايه الحاجات اللي تعمل لها صيانه، الحاجات اللي بقى لها فتره تعمل صيانه، الحاجات اللي المفروض
تتغير، فيبقى في هيستوري للمشروع. لو في ورك اوردر شيرد مع الاذر، هنا الحمام متخصص بكل اللوكيشنز، تقدر تضيف اي لوكيشن انت عايزه. ده الهيد كوارتر بتاع الاب كيب. الاسيتس الاصول اللي موجوده دي بقى زي ما انت عايز. الاسيتس البارتس الحاجات اللي موجوده في المخازن. وهنا اوامر الشراء، هنا متر هيقيس لي بقى الاداء. هنا بقى الاشخاص الموجودين، لو في موظف اتعين جديد نقدر نضيفه مننا بيرسون يبقى موجود معانا. بعد كده لو انت بتدور على الفايلز هتلاقي كل الملفات هنا. دي الناس اللي احنا بنتعامل معاهم فيندر موجودين، فتقدر تضيف زي ما انت عايز الشركات اللي احنا بنتعامل معاها.